الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعندك ذات الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة عن قصيدة جديدة من قصائد شيخنا رضي الله تعالى عنه، لامية، في الديوان العاشر، ومطلعها قول الشيخ رضي الله تعالى عنه: من رده اللسع عن شهد الشفاء فلا ينال عافية الأبدان بالكسل. وذلك لما في هذه القصيدة من الحكم والنصائح التي تنفعنا جميعا إن استوعبناها علما وعملا، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لذلك. وكلها مستمدة من معاني القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال السلف الصالح الحكماء العلماء العارفين بالله تبارك وتعالى. وقد ابتدأها الشيخ رضي الله تعالى عنه بقوله: من رده اللسع عن شهد الشفاء فلا ينال عافية الأبدان بالكسل. الشيخ رضي الله تعالى عنه يشبه حال الرجل الذي يريد المجاهدة لنفسه وهواه، ولكنه كسلان يريد أن يصل بالأماني لا بالعمل. يشبه حاله بحال الرجل الذي يريد أن يأخذ العسل من بيت النحل، ولكنه كلما أراد الاقتراب من عرش النحل أو من بيته خاف من لسع النحل فيرجع، فكيف يصل إلى العسل بهذه الطريقة؟ كلما اقترب خاف من النحل أو تذكر اللسع فلن يصل إلى النحل مهما طال به الزمن، لن يصل إلى النحل ولن يصل إلى العسل. لكن الرجل الذي يجاهد نفسه وهواه ويتحمل المكاره ويتحمل المشاق في المجاهدة، فهذا سوف يصل إلى ولاية الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم المتفق عليه: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فتجد المجاهدة في طريق التقوى كلها مكاره، مكاره بالنسبة للنفس، النفس الأمارة بالسوء التي تريد أن تنام وأن تتمنى وتتشهى وهي راقدة. يقول لك إيه؟ إن شاء الله
هنوصل ان شاء الله، ربنا هيكرمنا. اهم حاجة المحبة. طيب ما هي المحبة عمل قلبي، والعمل القلبي وحده ان لم يترجم لعمل فعلي لن ينتفع به. فقد ادعى قوم حب الله تبارك وتعالى كما ورد في اسباب النزول، وقعدوا عن العمل، فانزل الله قوله امرا نبيه صلى الله عليه وسلم ان يبلغها لهم هذه الايه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انتم تحبون الله، من دلائل محبة الله انكم تتبعونني وتسيرون ورائي وتمشون على سنتي، فان فعلتم ذلك كنتم محبوبين عند الله تبارك وتعالى، وبذلك حولتم المحبة القلبية الى اتباع فعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك صرتم محبين ومحبوبين، محبين لله تبارك وتعالى ومحبوبين عند الله تبارك وتعالى. بحبكم لله واتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صرتم محبوبين عند الله وقد غفر لكم ذنوبكم. فالآية واضحة، ولذلك مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه كان يقول: من ادعى المحبة بغير اتباع فقد كذب. خلي بالك احنا بنقول الكلام ده لانه فيه من الصوفية المدعين فريق عريض في جميع الطرق، في جميع الطرق من غير مبالغة، الأكثرية ولا كفاية المحبة، ويهمل في الصلاة، ويهمل في بر الوالدين، ويهمل في تربية زوجته وأولاده، ويهمل في عمله، ويهمل في كل شيء، في كل أمر شرعي. لا مقاييس لأفعاله أبدا من الشريعة، ما بيقيس أي شيء بمقياس الشريعة، ولا يزن، مع أن الشيخ رضي الله عنه أمر بوزن الخواطر، الخواطر مش الأفعال، يعني الخاطر لما ينزل في القلب قبل ما يترجم للعمل. القصيدة اللي تم شرحها الماضية: وزن خاطرا إن جاء يوما مفاجئا بميزان شرع فيه نور الطريقة، فإن كان ذا يمن فعجل نفوذه، وإن كان ذا شر تعوذ بسرعته. قبل الوقوع، الوزن قبل الوقوع مش بعد الوقوع، فما بالك بمن لا يزن أفعاله فضلا عن خواطره، لا يزن الأفعال لا في الأفراح ولا في الأحزان ولا في الأوامر ولا في النواهي، زي ما نقول احنا بلغتنا طناش في كل شيء، لكن أهم حاجة ذرة من المحبة هتودينا عليين. لا، ليس التصوف هكذا، يعني التصوف مش بالقيل والقال والكلام، لا لا لا. الصوفية يقولون: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، ولكن بقطع المألوفات والمستحسنات، يعني بالمجاهدة. التصوف بالمجاهدة، وقد قال الشيخ رضي: وجاهد تشاهد، فالجهاد فضيلة، أو فالجهاد وسيلة إلى كل ما يرضي على كل حال.
الجهاد هو الوسيلة، هو وسيلة الوصول. وجاهد تشاهد، فالجهاد وسيلة الى كل ما يرضي. يعني ان الجهاد، جهاد النفس والمجاهدة لها، هو السبيل الوحيدة للوصول، غير كذا لا. وعزم الشيخ كده: من رده اللسع عن شهد الشفاء فلا ينال عافية الابدان بالكسل. يعني ما فيش وصول بالكسل، زي ما قال الشيخ في بيت تاني يقول: أوصل ونوم أم وصول لقاعد؟ وهل يسبق الماشي الجياد ويسرع؟ الجواب على هذه الاستفهامات بالنفي: لا، أي لا يجتمعان، كل اثنين من دون لا يجتمعان، أوصل ونوم لا، أم وصول لقاعد لا، وهل يسبق الماشي الجياد ويسرع؟ لا، محدش قال. وإلا إذا كان واحد مجنون يقول أيوة، الذي لا عقل له لا ممكن يجاوب بالإيه، يقول نعم ماشي، مش مشكلة يعني، ده لا عقل له، فكلامه مش محكوم، مش محكوم بحكم، يقول له هو عايزه. لكن عند السادة رضي الله عنهم أن جوابه لا. ومن أخذ الطريق فنام ليلا ومن أجل الحطام له حضور، مين؟ واحد واخد طريق، سالك طريق الصوفية، طريق الإحسان اللي هو ذروة الدين، ذروة الدين وثمرة العمل بالإسلام والإيمان، اللي هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واحد يسلك هذا الطريق ويصلي الصبح مثلا الساعة 10 ويجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أو يصلي العصر قبيل المغرب مثلا، أو يخاصم أخاه أو يخاصم أخته أو يعق والديه أو يهمل في عمله ويأكل حراما أو لا يزن كل قرش ومليم يدخل جيبه بميزان الشريعة، طبعا كل ده كلام طبعا يعني لا يوافق عليه الإسلام فضلا عن الإحسان، لأن الإحسان ده هو علم الأخلاق وعلم السلوك وعلم الوصول إلى الله تبارك وتعالى. إحسان الباطن والقلب علشان تظهر هذه الاستقامة على الجوارح. ولذلك يعني فعلا الذي يريد أن يسلك الطريق القويم الصحيح فليقرأ أولا سيرة شيخه رضي الله تعالى عنه، وسيرة باقي الأولياء والصالح حبا فيهم، لأن يعني زي ما قال الإمام أبو حامد الغزالي: إذا فاتنا شرف الصحبة لهم فلا شيء أنفع للقلب من دراسة سيرتهم. والسيد عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه قال أيضا: من انحطت همته في الطريق فليقرأ عن سير أهل الطريق. اقرأ سير أعلام النبلاء للذهبي رضي الله تعالى عنه وارضاه، كلها تراجم صوفية للسلف وكرامات. الحافظ الذهبي تلميذ ابن تيمية،
كل تراجم الصوفية عنده، وكل ولي من الأولياء وعارف من العارفين يطلع سطرين في أول الكلام عنه مدح فيه، العالم الفقيه المحدث الورع التقي النقي وحيد زمانه وفريد عصره، ويفضل يطفي من الألقاب عشرات من الأوصاف. هذه شهادة، شهادة للصوفية. يقول لك وكان صوفيا عابدا. ولذلك يعني العلماء الذين يردون على المنكرين يقولون إن الذين ينكرون التصوف الإسلامي ويعترضون على رجاله إنما يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء السادة هم الذين نقلوا لنا هذا العلم، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل. أنت تقرأ في تراجم المحدثين يقول لك قال عنه الحافظ الذهبي كذا وكذا وكذا. طيب لما تيجي تقول التصوف ليس من الإسلام، يبقى أنت أخرجت الأولياء والصالحين والعلماء العاملين أهل السند من الإسلام. هم دام كانوا صوفية ببرا الإسلام، هو بيقول كده من حيث لا يشعر طبعا، لأنه لا يدري شيئا. لكن فعلا الذي يقرأ في مثل هذه الكتب يعرف قدر نفسه أولا، يعني قد يحكم على نفسه حكما صعبا، يعني ممكن يقول عن نفسه يعني أنا أشك أن أنا مسلم، لأنه مش لاقي حاجة من الأوصاف التي تنبغي لأهل الطريق موجودة فيه، مفيش. فعلشان الإنسان يعرف قدر نفسه فعلا فليقرأ عن هؤلاء الأبطال العباد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشوف الشيخ رضي الله عنه مترجم له عن حياته الأولية وشبابه وطلبه للعلم وماذا كان يصنع في الأزهر الشريف رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. محبة مع شدة الاتباع، مع شدة الاتباع في كل قول وفعل وصغيرة وكبيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما تسمع الدروس العلمية تجد دايما كل كلامه ممزوج بالسنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان وهكذا رضي الله تعالى عنه. واحد ايه رأيك في الشبكة يا سيدنا الشيخ؟ الشبكة اللي بيعملوها دي، واحد يعمل لبنته شبكة من اهل الطريق قبل العقد عليها، ويترك رجلا اجنبيا يمسك بيد بنته يلبسها الذهب، هذا فقد الغيرة، والغيرة من الايمان. يعني هذا رجل فاسق الذي يفعل هذا، كيف يعني واحد اجنبي اخليه يمسك ايد بنتي كده؟ كيف هذا؟ لعن الله من لا يغار. والنبي عليه الصلاه والسلام اتعجبون لغيره سعد؟ والله لا انا اغير منه والله اغير منا. كيف يعني؟ انا بضرب مثل بس، واخد بالك؟ لانه ده موجود في الصوفي، يقول لك حفل خطبه ويجيب الصور، كمان حفل خطبة السيد الفلاني مش عارف ايه عمل ايه، لبس بنته شبكة. طب عقد عليها لسه، ده حفل الخطبة جاي، حفل العقد القران لسه جاي مثلا. حاجة عجيبة، يعني سلم يشوف الحاجات دي يعني يحصل له شيء من الهزيمة.
الهزيمة، الهزيمة لإيه؟ للتصوف الإسلامي في عصرنا الحديث على أيدي مثل هؤلاء الناس. هزيمة. ما اقدرش اقول لواحد تعالى تصوف، لان هيجيب لي الصور دي والحاجات دي يقول لي ايه امال ايه ده؟ هقول له ايه طيب؟ ما اقدرش ادافع. العيان اقوى الادله زي ما يقول الفقهاء. العيان اقوى الادله، هو شاهد عيان. اقول له ده كذب. طب كيف؟ طب انا الكذاب؟ ما اقدرش اقول له كذب، هذا كذب. ده زي ما يكون واحد معترف، الاعتراف سيد الادله. واحد بيعترف بالجريمة ومش مكتفي بتسجيل الملائكة لها، هو بيسجلها بالصوت والصورة. طيب هذا إجرام، إجرام لا يصلح هذا. من ضمن يعني الأشياء المخزية يعني، هو واحد ياخذ عياله ويروح يصيف في اسكندرية مثلا ويقعد على البحر هو أولاده، ويلبس عريان ومراته وأولاده وبناته، ويعرض نفسه وأهله وأسرته على عيون الذئاب الجائعة. طب أين الغيرة؟ سؤال، أين الغيرة؟ لا توجد. والشيخ رضي الله عنه في شرائطه متكلم عن الذهاب الى الاسكندرية والمكس على البحر، ومحرم هذا، وقال عن الشبكة انها شبكة الشيطان وحكذا. كل شيخ، كل شيء شيخ تحدث عنه، والسينما والمسرح والغنى، كل شيء شيخ رضي الله عنه في درسه لم يترك شيئا في درس الجمعة، وكانت اجاباته صريحة في الرد على الأسئلة رضي الله عنه، كلام واضح. هذا طريقي، إن أردت طريقنا تلاوة قرآن عظيم بكثرة، وهذا طريقي إن أردت طريقنا صلاة سجود درس علم وحكمة، هذا طريق الشيخ رضي الله عنه. تحصيل للعلم وانتزام بتلاوة القرآن وتلاوة الأوراد مع التطبيق العملي لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا. عشان كده الشيخ يقول: من رده النسع عن شهد الشفاء فلا ينال عافية الأبدان بالكسل. بالكسل. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. بعدين الشيخ يقول: ومن تعالى على الإخوان نال بذا بدا كما ناله المرفوع في الجبل. التعالي هو التكبر، ومن تعالى على الإخوان نال بذا ضدا كما ناله المرفوع في الجبل. والتكبر نتيجة العجب، العجب بالأعمال. الإنسان حينما يعجب بعمله يرى نفسه خيرا من إخوانه، زي ما إبليس أعجب بعمله قال أنا خير منه، وافتخر بأصله خلقتني من نار وخلقته من طين، ظنا منه أن الإيه؟ أن النار أفضل من الطين. لما انتكس كله في الطين والعياذ بالله. فالإعجاب بالعمل هو سبب الكبر، السبب الأعظم. يرى أعماله عظيمة فيحتقر غيره. فلان ايه بيعمل ايه ده؟ كل ما يشوف واحد يقول لك ده مش كدي، لا ده بيعملش كدي، فيتعالى عليه ويظن في نفسه انه خير منه. ولذلك
هذا يجازى من جنس عمله. لذلك الشيخ قال يعني شبهه بالرجل الذي يقف على رأس الجبل يرى الناس صغارا والناس يرونه صغيرا. هذا معنى كلام الشيخ. ومن تعالى على الإخوان نال بذا ضدا كما ناله المرفوع في الجبل. فالمرفوع في الجبل يرى صغيرا وهو يرى الناس صغارا، وهكذا قال السلف رضي الله تعالى عنه، قالوا مثل المتكبر كالواقف على الجبل يرى الناس صغارا والناس يرونه صغيرا. فالجزاء من جنس العمل. ومن تعالى على الإخوان نال بذا ضدا كما ناله المرفوع في الجبل. ولذلك الشيخ قال إياك والكبر إن الكبر مهلكة، وثلث البطن لا تشبع من اللقمة. مهلكة، كما أهلك إبليس يهلك كذلك كل متكبر. فقدوة المتكبرين المغرورين المعجبين بأعمالهم هو إبليس لعنه الله تعالى، وهي نفخته الكبر نفخة إبليس. يقول لهم يا هاد محدش كدك، خلي بالك كل اللي انت شايفه ده يعني ما عندوش حاجة. وقد يكون مستدرجا والعياذ بالله، يعني ممكن يكون معاه شيء من الخوارق او من المنامات او من اي شيء، لكن ابليس ينفخه ويسيء الظن باخوانه والعياذ بالله تعالى. مع ان الصوفية يقولون يعني دائما المريد يرى نفسه اقل من اخوانه. قال ان رأى من هو اكبر منه سنا قال انه اكثر مني حسنات، وان رأى من هو اقل منه سنا اصغر يعني يقول اقل مني سيئات. وهكذا الصغير يقول ايه سيئاته اقل لان عمره اقل مني، يبقى مهما عمل من السيئات فسيئاته اقل. والكبير في السن عنه يقول اكثر حسنات لانه عمل اعمالا كثيرة، صلى اكثر منك وصام اكثر منك وتصدق وذكر وقرأ القرآن وكذا وكذا وهكذا. شوف الصوفية رضي الله عنهم يدوك موازين للقلب علشان تعيش في طمأنينة. ومن تواضع للإخوان نال بذا عز العناية من حاف ومنتعل. يعني الذي يتواضع لإخوانه ينال العناية والتوقير والاحترام من الصغير والكبير والعظيم والحقير. ليه؟ لأن الله يضع له القبول في قلوب الناس. من تواضع لله رفعه كما قال عليه الصلاة والسلام، فالرفع هذا من الله والقبول هذا من الله والتوقير والاحترام هذا من الله تبارك وتعالى. ومن تواضع للإخوان نال بذا عز العناية من حاف ومنتعل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع يتناسى مع البغي،
ويتنافى مع الفخر. فالمتواضع لا يتعدى حدوده، فالبغي هو مجاوزة الحد، فالطغيان ولا يفخر على احد لانه دائما يظن نفسه انه اقل من الناس. والشيخ كان يقول من جلس مع الاولياء وظن نفسه انه منهم حرم من بركاتهم. الشيخ كان يقول كده وكتبها في كتبه، من جلس مع الاولياء وظن نفسه انه منهم حرم من بركاتهم. المفروض حينما يجلس وسط الصالحين يرجو شفاعتهم عند الله تبارك وتعالى، مش يقول انا راسب راسكم وزي زيكم، لا، يقول كما قال الامام الشافعي: احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعة، واكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. رضي الله عنه. شوف إمام مذهب ملأ طباق الأرض علما رضي الله تعالى عنه، بيقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. يحبهم ليشفعوا له عند الله. شوف بس علشان الانسان يعني رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. حينما تقرأ هذا الكلام للامام الشافعي رضي الله عنه، ولما احنا ايه بس نقول ايه، ها، لا نساوي مسمارا في نعل الامام الشافعي رضي الله عنه وهو يقول ذلك. وأكره من تجارته المعاصي، لأن ده البغض في الله من أوسق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وإن كنا سويا في البضاعة، يعني حتى وإن كنت أنا مثل، لكن أكرهه لأنه عاص لله تعالى. هذا لون من ألوان التواضع. ولذلك يقال ان الامام احمد تلميذه يعني رد عليه ببيتين، قال له: تحب الصالحين وانت منهم لعل بك ينالون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. رضي الله عنه. هكذا ذكر الشيخ صاحب نور الابصار الشبلنجي يعني كلام الامام الشافعي، ورد الامام احمد عليه رضي الله عنه: وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. هذا الامام الشافعي رضي الله عنه. شوف المثال في التواضع. وكان يقول: ما جادلت احدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه. ليه؟ لأنه متواضع خاضم لنفسه. إن ظهر الحق على لسان الخصم قبله، لأنه مفيش كبر، لكن يخاف على خصمه أن يكون متكبرا، فإذا ظهر الحق على لسان الإمام الشافعي رده الخصم فوقع في الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده على قائله، وغمط الناس يعني احتقارهم. هو قال: ما ناظرت أحدا أو ما جادلت أحدا إلا وأحببت أن يظهر الحق على لسانه حتى يقتنع به، لكن يخاف على خصمه أن لا يقتنع بالحق، فهو يتمنى له الخير. إن ظهر الحق على لسانه أذعن له. وكان يقول: وددت لو أن كل الناس عملوا بعلم الشافعي ولم ينسب إلي منه شيء.
رضي الله عنه. كل ده نماذج من تواضعه رضي الله تعالى عنه وارضاه. يعني السلف رضي الله عنهم عندهم صور في التواضع يعني لا تنتهي رضي الله تعالى عنهم جميعا. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس وكان بيتعاقب البعير هو والغلام الخادم، فجاء الدور عند دخول بيت المقدس والناس ينتظرون، الدور جاء على مين؟ على الغلام، هو اللي راكب. حاول الغلام طبعا ان يتنازل فلم يرضى سيدنا عمر، جات لجة من الماء وهو داخل فخلع نعل سيدنا عمر علشان ما يخدش الماء بالنعل ووضع نعله تحت ابطه. فيعني قال له سيدنا ابو عبيده: لما تصنع هذا يا امير المؤمنين؟ يعني تخوض الماء برجليك وتضع النعل تحت ابطيك؟ فقال له: يعني لو غيرك قالها يا ابا عبيده، يعني لو يعني لو غيرك قالها كنت عقبته، لكن عشان انت امير هنا، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله تعالى. هذا كلام الامام الشافعي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، يعني الموضوع مش موضوع ايه لبس وحافيان ولا منتعل او خاط في الماء او لبس المرقعات، كله ده ايه؟ احنا عزنا بحاجة واحدة بس، عزنا من الله. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله تعالى. صور يعني تخلي الانسان يعني ايه يذوب محبة فيهم رضي الله تعالى عنهم. وكل ما يذكرهم كذا يقول رضي الله تعالى عنهم وارضاه. رضي الله تعالى عنهم رضا من غير عدد، رضا الى يوم القيامة. ايوه، حتى لا يعدو الانسان قطرة. حينما تقرأ عن هؤلاء تعرف قدر نفسك. عشان ايه الشيطان ما ينفخكش قوي عنه. ايوه، ومن تواضع الاخوان نال بذا عز العناية من حاف ومن تعري. فالمتواضع يحترمه الناس ويعتنون به لانه يتواضع لهم، فالجزاء من جنس العمل. ايوه، فالمتكبر يرى الناس صغارا والناس يرونه صغيرا، والمتواضع يحترم الناس ويوقرهم ويعتني بهم ويبين فضلهم، وكذلك الناس يعتنون به ويحترمونه ويوقرونه ويظنون به خيرا، لأن الجزاء من جنس العمل. وبعدين الشيخ بيقول: فالخلق كالنحل لا ترجى منافعهم إلا بصبر وإلا يؤتى بالفشل. يعني أن التعامل مع الناس يحتاج إلى تواضع وسماحة وصبر في حسن العشرة. فمصاحبة المؤمنين والإغضاء عن هفواتهم يحتاج إلى صبر طويل وإلى صبر عظيم. انزل السيد أحمد الدردي رضي الله تعالى عنه كان يقول إيه: من عاشر الألام فليلزم سماحة النفس وترك اللجاج، وليحفظ المعوج من خلفهم أي طريق ليس فيها عوجاج.
كان سيد احمد الدردره رضي الله تعالى عنه دائما يذكر هذين البيتين، ها، من عاشر الانام يعني الخلق فليلزم سماحة النفس، شعاره السماحة، سماحة النفس وترك اللجاج. اللجاج يعني الجدال والمخاصمة لأنها لا تأتي بخير، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذروا المراء فإنه لا يأتي بخير على أي حال، الجدال. فلا بد من ترك اللجاج والمجادلة. حتى العام يقول لك الايه الجكر يورث الكفر، هي الجكر ده هو اللجاج وهو المخاصمة، واحد يقول كلمة والثاني يرد عليه ورد دوكها بكلمتين وده بالثلاثة، وبعد كده ايه تطول الألسنة ثم تطول الأيدي ثم تطول الأرجل وهكذا. فمعظم النار من مستصغر الشرر، يبدأ بكلمة وتنتهي بالسكين أو الرصاص، وأساس كلمة. أو الانقطاع والخصام، يحلف إنه ما يكلم مدى الحياة والعياذ بالله تعالى، وخلاص عادي أنا حصل إيه الصلة التي بينهما انقطعت. وبعدين قال وليحفظ المعوج من خلفهم، يعني لا يغتاب، يعني وجدت اعوجاجا في اخيك يبقى لابد ان تمسك عنه، لابد من الستر عليه، إلا إذا تحدثت مع أخي لك في سبيل الإصلاح، بس فلان عنده كذا ونريد أن نصلح من شأنه، يبقى ده مستثنى من الغيبة. يعني لما تذكر معوج يعني بعيدا عن أخيك تذكره على سبيل الوصول إلى إصلاحه، تقول له واحد والله فلان ده عنده كذا وكذا وكذا، فيراك عايزين نكلمه او يعني نصلح من شأنه ونقول له كذا وننصحه ونقدم له النصيحة، يبقى ده ايه ده مستثنى من المحرم، هذا يدخل في باب النصيحة والتناصح والتواصي بالحق والصبر. بعدين يقول اي طريق ليس فيها اعوجاج، يعني اي طريق من طرق الخلق لا اعوجاج فيها، عشان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. لو تقعدش عاد في كل مجلس فلان اخونا عمل كذا وكذا وكذا وانت تذكر على سبيل ذكر العيوب والتشفي والقيل والقال والغيبة التي يعني تتمناها النفس وتتشهاها، كما يعني قال الله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ما قالش ليه مثلا أيريد في غير القرآن أيريد أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، قال أيحب. فالعلماء المفسرون رضي الله عنهم قالوا عبر بكلمة أيحب للدلالة على أن الغيبة محببة للنفس، يعني كيف يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا مع أن النفس تكره اللحم، وخاصة إذا كان من أخ ومن أخ ميت كمان، والعياذ بالله. ليه؟ يعني المفترض فيه أنه لا يكون، ومن ثم قال الشيخ القيل والقال وصف لا يجوز لنا وصاحب القيل محروق بنيران، يعني بنيران جهنم والعياذ بالله تعالى، لأنه إما مغتاب وإما نمام، فالمغتاب
الذي يذكر أخاه بما يقرأ، واللمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد، فلا بد أن يقع في هذا أو في هذا، فهو محروق بالنار والعياذ بالله تعالى. على أي حال الشيخ بيقول: فالخلق كالنحل لا ترجى منافعهم إلا بصبر. يعني من أراد أن ينتفع في معاملته مع الخلق فليصبر عليهم وليأخذ منهم الحسنات وليتجاوز عن الهفوات والسيئات، زي ما يخش على النحل يأخذ العسل ويتحمل اللسع. أدرجه الشبه الشيخ بيقوله: فالخلق كالنحل لا ترجى منافعهم إلا بصبر. فإن صبر أخذت الشهد، كذلك إن صبرت على الخلق انتفعت بصحبتهم، وإن لم تصبر لم تنتفع منهم بشيء. ولا تجني إلا السيئات والعياذ بالله تعالى من ورائهم وبسببهم. وإلا يؤتى بالفشل. لأنه مهما يعامل الإنسان الناس ومهما يعني على قدر الإنسان، لكنه إنسان فيه عيوب وفيه أخلاق فاضلة. جميع الناس في هذا سواء، محدش طبعا يدعي العصمة، لأن العصمة للأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما سائر الخلق فهم على وتيرة واحدة، لكن يتفاوت طبعا الخير والشر بنسب. يعني في واحد نسبة الشر فيه 1% أو 5 أو 10، واحد نسبة الشر فيه 90%، كل واحد طبعا على حسب ايه يعني ما هو سائر، وعلى حسب توفيق المولى له سبحانه وتعالى. ولذلك نبقى صنب يعلمنا في الدعاء: اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا من أدعية الاستفتاح في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بعد تكبيرة الإحرام. فالخلق كالنحل لا ترجى منافعهم إلا بصبر وإلا يؤتى بالفشل. بعدين الشيخ يقول إيه: فالصبر مر ولكن بعده عسل، بقدر صبرك تلقى والي العسل. الصبر مر طبعا، ولذلك الحكماء يقولون: الصبر مر لا يتجرعه إلا حر. حر منين؟ حر من قيود النفس وقيود الشيطان وقيود الوسواس الخناس من الجنة والناس. هذا الحر الذي يتجرع مر الصبر ولا يرده ذلك عن الانتفاع بالخلق. فالصبر مر ولكن بعده عسل. لأن المؤمن لما يتعامل مع الخلق بهذه الطريقة إنما يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف طبعا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة مع الأعراب مثلا، شوف الأعراب، شوف المعاملة. يعني الأعراب يجي مثلا كان يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من برده من الصوف، بل حتى تؤثر حاشية البرد في صفحة عاتقه عليه الصلاة والسلام. يعني تصور، يعني جذبة عربية طبعا كلها شدة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة سيدنا عمر وغيره كان
استئذن لي يا رسول الله ان اضرب ايه عنق هذا المنافق، لانه يعني تطاول على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعذره لبداوته وجفاوته، يصبر عليه حتى يأخذ عسله. هو في عسل هنا عايز النبي عليه الصلاة والسلام ياخده منه. ايه هو؟ دخوله في الاسلام، عايزه ينجو من النار ويدخل الجنة. والعربي يقول له احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي ليس هو مال ابيك ولا جدك. يعني شحات وعينه غليظة. شوف ازاي وبيخاطب حضرة النبي اصلا. ويعني انت جاي طالب الاحسان، طالب الاحسان، يعني انت لست بصاحب حق. فالصحابة طبعا قاموا عليه يريدون ان يقتلوه. واحد جاي يقول اديني لله، يقول يعني عايز يحمل بعيرين وكمان بيتطاول في الكلام على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني لما طبعا سيدنا عمر اراد ان يضربه يعني قال لهم خلوا عنه. وقام اليه صلى الله عليه وسلم واحسن اليه ثم ضرب لهم مثلا صلى الله عليه وسلم، قال لهم يعني مثلي ومثلكم ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل له ناقة شردت عليه فقام إليها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال لهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أعلم بها منكم. بل فقام إليها وأخذ لها من خشاش الأرض وأمسكها وأناخها وحمل عليها رحله وشده. وإني لو تركتكم وما فعل الرجل فقتلتموه دخل النار. يعني أنا لو تركتكم يعني تخلص منه اللي عمله معايا كان هيقتل ويدخل ايه النار، لكن ما يهونش عليه، أنا عايزه صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة. فقال له احسنت اليك يا عربي، قال واجملت، جزاك الله من اخ وعشيرة خيرا. شوف يعني بعد له جواب قال ايه، قال له لا احسنت ولا اجملت، لا احسنت ولا اجملت صلى الله عليه وسلم. هنا قال احسنت واجملت وجزاك الله من اخ وعشيرة خيرا. فالإحسان لا يولد الإحسان، لكن بالصبر. هذا صبر، يعني درس النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الخلق. والحبر اليهودي زيد بن سعنة عمل نفس الطريقة. ده حبر يهودي، ده عد لما تقول حافظ التوراة والإنجيل وأوصاف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهو طبعا خبر كل الصفات، قال إلا صفتين لم أخبرهما، يسبق حلمه رضبه ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه دين. وبعدين قبل ما يأتي موعد الدين بثلاثة أيام راح جاي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. شوف كمان والمماطل ده معناه يعني معاه الحق مش هو بيدفع. اللي قال عن المطل الغني ظلم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني قبلها ثلاثة ايام يعني عشان خاطر يستثير غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يخبر الصفتين اللي مش عارفهم. ها وهو شدة الجهل يعني زي ما تقول ده مش واحد بيتجاهل، لا ده
بيتشدد في الايه؟ في الجهل، مش مجرد جهله بس. يعني يمكن لو جاء بعد الدين ما حل يمكن يبقى ليه مقال، لكن قبل الدين ما ينتهي، قبل ما الدين ما يأتي، طبعا يبقى شدة جهل. ها دوك يبقى جهل بس، لكن ده شدة. سيدنا عمر استأذن في ضربه، قال له لا يا عمر، انا وهو شوف بيد درس سيدنا عمر، كنا ايه احوج اليك الى غير هذا، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. المفروض كده نصيحتك يا عمر لينا احنا الاثنين صلى الله عليه وسلم. هذا التواضع من النبي عليه السلام وبيان للصبر على الخلق لسيدنا عمر رضي الله عنه. لان سيدنا عمر طبعا محق، محق في الضرب. هو لو ضرب سيدنا عمر ما عملش حاجه. لان العلماء طبعا جايلين كده في كتب الفقه في باب الردة، قالوا من انتقص قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم او ازدرى فهو كافر مرتد. ما فيش انتقاص قدر اكتر منه. لكن دوكها طبعا قلب وجع في رجلي لما سيدنا عمر قال سيبني اضرب عنقه. فقال له قم يا عمر واقضيه دينه. ما قالوش انت فاضل لك 3 ايام حتى، واقضيه دينه وزيد 20 صاعا جزاء ما روعته كمان، لانه خير الناس احسنهم قضاء. ومن هنا اخذ العلماء جوازه يعني قضاء القرض بافضل منه حتى في الوزن ما دام ما فيش اتفاق يعني على الزياده. فالمهم يعني سيدنا عمر قال له ريحك يا زيد، انت بتعمل ليه كده مع النبي عليه الصلاه؟ كيف تصنع مع رسول هذا؟ قاعد يقول له انا قرات في التوراه والانجيل وخبرت جميع الصفات الا صفتين لم اخبرهما، يسبق حلمه غضبه ولا تزيد شده الجهل عليه الا حلمه، وقد عرفتهما فيه صلى الله عليه وسلم، فاشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وراح طبعا اعلن ايه اسلامه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل اسلامه صلى الله عليه وسلم ودفعه الى الصحابة ليفقهوا في الدين. شوف ادي ايه جنى منه العسل ولا لسه، هذه العسل اللي عايز النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلق كالنحل لا ترجى منافعهم الا بصبر والا يوتب الفشل. هكذا تكون المعاملة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن بحذافيره صلى الله عليه وسلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة الكلام اللين والوجه الطلق السمح، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين عليه الصلاة والسلام. بقدر صبرك تلقى غالي العسل. الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وذو الظعون فإن النفس تكرهه، فاصبر عليه وكن في الصبر كالجبل. كلام الشيخ بيركز على نقطة الايه، نقطة الصبر خاصة في التعامل مع الخلق، مع الاخوان خاصة ومع الناس ايه عامة. ولذلك يقول واصبر كثيرا على الاخوان محتسبا، احسن اليهم وداري كل فتان، قد اوذي المصطفى في نشر دعوته وابنه الست يروي الارض بالقاني، يعني بالدم، الدم الاحمر صلى الله عليه وسلم. بيجيب لك امثلة حضر، يعني يقول لك طبق ما كان يطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخلق، وكذلك اهل البيت
رضي الله تعالى عنهم كانوا يصبرون على الخلق حتى وإن تطاولوا عليهم يصبرون. يعني قصص كثيرة جدا مع سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه ومع سيدنا الحسن بن علي. يعني كان بني أمية يعني يسلطون عليهم الناس السفهاء يشتمونه حتى يدخلوهم البيوت، ومع ذلك كان الواحد منهم يعني لا يلتفت إلى هذا الشتام إلا عند وصوله إلى البيت يقول له ألك حاجة؟ ألك حاجة نقضيها لك؟ رضي الله عنه. ألك حاجة نقضيها لك؟ إن كنت صادقا غفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. شعار، شعارهم إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. يخلي الشتام يقول إيه؟ أشهد أنك من بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. الشبه، عشان الشبه بالجد صلى الله عليه وسلم. شوف، لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ويسبق حلمه غضبه. شوف الكلام، هكذا كانوا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وعثرتي، عشان هم ايه؟ يطبقون سيرتي والقرآن. اللي عايز يقتدي يقتدي بهم هم رضي الله عنهم. كتاب الله وعثرتي. وان الخبير اللطيف اخبرني انهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، علشان يشهدوا لايه؟ للمتمسك بهما عند الحوض. ايوه، لما واحد يقول انا احب اهل البيت، وقبل ما تكلموا كلمه ولا تبص تلاقي طالع فيك ولا يزلي المدفع. اين الصبر؟ اين المجاهده؟ انت في طريق التصوف، طريق اهل البيت رضي الله تعالى عنهم، فلا بد ان يكون ايه؟ هناك وجه شبه بينك وبينهم، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح. بدل ما المعترض يجي يقول لا الصوفية زي ما انت شايفه، اما الخيام فانها كخيامهم، وارى نساء الحي غير نسائها. تشابه في الاسماء بس، حتى للغرفة مفيش شبه في الخيام. مفيش. فالخلق كالنحل لا ترجى منافعهم الا بصبر والا يؤتى بالفشل. فالانسان الذي يفقد الصبر، هذا لون من الوان الصبر، خلي بالك. الصبر في عشرة الناس، والمولى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليه الجماعة أشراف قريش أم رقاب غليظة في مكة قالوا له احنا ما نقعدش مع العبد دول، صهيب وبلال وعمار، قوم العبد دي عنك، السادة ما يقعدوش مع العبيد، يا اما تجعل لنا يوم هم يوم، انما نقعد مع بعض لا. الكبر عاد، الكبر والغرور وورم الانوف. فطبعا يعني حرص النبي عليه الصلاه والسلام يعني اراد ان يميل الى هذا. فالمولى على طول قال له لا سيبك من دول. ليه؟ خلاص
ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وعلى أبصار غشاوة، مفيش فايدة. ولذلك قال له ايه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا اللي هنقوم حد وهنقعد حد، اللي عايز يجي. انما المؤمنون اخوة، كل واحد. الاسلام ما فيش تفريق، لا فيه سادة ولا فيه عبيد. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ونزلت الاية بتاعت الانعام برضه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالخلق كالنحل لا ترجى منافعهم إلا بصبر وإلا يؤت بالفشل. لأن جميع الخلق فيهم الخير وفيهم الشر. فالإنسان يصبر على الشر حتى ينال منهم الخير. ولذلك القرآن في وصايا سيدنا لقمان رضي الله تعالى عنه قال له ايه؟ يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. اي واصبر على ما اصابك عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء قالوا هذا دليل على ان كل من تعرض للامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه يناله الاذى، فلا بد ان يصبر، لانه لو لم يصبر لعطل الامر بالمعروف وعطل النهي عن المنكر، وهما سهمان من اسهم الاسلام. واحد يقول له كلمة بس، يقول انا على العموم انا غلطان ان كلمت واحد تاني، بطلنا على كده. يعني انت هيفرشوا لك الورد مثلا لما تقول له هذا خطأ وهذا صواب، هيقول لك متشكرين، ضروري تسمع يعني شيء طبعا لا يسرك. هذا لون من الوان الاختبارات من الله تبارك وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ها هذه يفتتن الخلق بعضهم ببعض، الأذى يؤذي بعضهم بعضا. بس طبعا المؤذي والمؤذى، فالمؤذي آثم والمؤذى إن صبر فله الجنة، والصبر نصف الإيمان. ولذلك سيدنا عمر كان يقول ايه؟ لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت ايهما اركب. لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت ايهما اركب. يعني فيه مصيبة، فيه اذى، في اي شيء نركب بعير الصبر. فيه نعم وخيرات وبركات نركب بعير الشكر. وهو الانسان ايه؟ بيتقلب بينهم. الايمان نصفان، نصفهم في الصبر ونصفهم في الشكر. كما ورد في حديث ضعيف وقيل انه من قول سيدنا سعيد المسيب رضي الله عنه. لكن فعلا الايمان يعني المؤمن يتقلب بين الصبر والشكر. اما في بلية واما في ايه؟ وإما في نعمة. فالخلق كالنحل لا ترجى منافعهم إلا بصبر وإلا يؤت بالفشل. فالصبر مر ولكن بعده عسل، هذه عاقبته، بقدر صبرك تلقى غالي العسل. على قدر الصبر تجني النفع، أما إذا فقدت الصبر فقدت النفع. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى
أن يجعلنا من العاملين بما نقول، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب.